مع حضراتكم في هذه الوقفة. أولا فيها ذكريات كده وحنين ومشاعر طيبة جدا، والحاجة التانية فيها علم وفيها خبرة وفيها مكانة واحترام حظي بيهم ضيفنا النهاردة. لم يحقق هذه المكانة وهذا التقدير وهذه الأخلاق إلا هو في معظم من التقيت بهم من الناس اللي عملوا في هذا الوسط وحتى الآن يعملون. أول مرة قابلته ليا ذكرى معاه، يمكن هو ما يفتكرهاش لكن أنا فاكراها كويس، ذكريات الأولى لا تموت ولا تنسى. كنت نشرة رئيسية وداخلة، قعدت أقرأ في النشرة وأذاكر وأجهز، وبعدين مستنية الورق، مستنية الورق بتاع النشر عشان أخده وأنزل بيه الاستوديو. فقالوا لي المذيع اللي مع حضرتك خد الورق ونزل. فأنا ما كنت شفت أستاذ عمرو وجها لوجه قبل كده، لكن الجدول أستاذ عمرو توفيق، لكن أنا عارفة شكله طبعا نجم غني عن التعريف. نزلت أدور عليه لقيته قاعد منتظرني تحت، جايب لي الورق بنفسه من النيوز روم لحد الاستوديو، وأول ما شافني مجهز لي النسخة بتاعتي. وأنا كنت طبعا يعني فارق السن والخبرة والمكانة وكل حاجة، كان في أول ظهور ليا، وبيقول لي اتفضلي يا أستاذة يا نجمة النشرة بتاعتك أهي ويلا بينا، ورفض يقعد على الكرسي بتاعه إلا لما أنا أقعد على الكرسي بتاعي. فأصرني بأخلاقه وبتواضعه وبأدبه، وبعدين تعاملات الكتيرة، الكرم والجدعنة مع زمايله، وأي حاجة تحتاجها يعملها ويعلم، وما يعلمكش بتعالي وبتكبر، هو موسوعة لغوية، يعلمك ببساطة، يقول لك بس كان ممكن تقولها كذا، بس يعني حاجة كده أنا ممكن أقعد أتكلم عنه يومين وهو موجود النهاردة. فأنا عارفة أن حضراتكم عايزين تسمعوه. منورني النهاردة النجم والإعلامي الكبير أستاذنا عمرو توفيق.